بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا خير من انتفع بقرآنك وحديث قدسية وحديث حبك الأول محمد عليه الصلاة والسلام، وامنع عنا التيان من سمى نفسه سني أو شيعي، فلا ليس هناك في معاييرك إلا الإسلام. من سلم أمره لله أي لك فهو المسلم، ومن آمن بك أنك واحد ودين واحد فهو مؤمن، ومن تجمل بالإحسان فهو يخشاك وينتبه إلى حضرتك، فلا تأمره نفسه بشيء لا ترضى عنه فيأتيه. فنجنا يا رحمن من نيران الفرقة والتشرذم، سواء كان هذا مذهب كذا، مذهب كذا، مذهب كذا، لا مذهب إلا مذهب المولى الذي اتبعه نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أراد غير ذلك فقد دخل مدخلا قد يؤذيه ويخرجه من بوتقة الأمة التي هي بعيدة عن كل أمة في دنياها وأخرى. آمين يا ربنا يا كريم.